اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. فقره كواليس المونديال كل يوم بتكون مع حضراتكم من خلال برنامجكم البيت الكبير. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، القائد الرياضي الاستاذ ايهاب الجنيد. ازيك يا استاذ ايهاب؟ ازيك كابتن اسلام؟ ربنا يخليك كابتن. سعداء جدا بوجودك معانا. ربنا يخليك. ايضا الاستاذ مصطفى صابر محلل الكره العالميه. ازيك يا استاذ مصطفى؟ اهلا بيك كابتن. كله تمام؟ مبسوط ان انا معاك النهارده. مبسوط ان انا مع ايهاب. ربنا يخليك يا حبيبي. وكالعادة أيضا نستعرض مع حضراتكم نتائج مباريات اليوم، بس بدل ما هيبقى أربعة هنتكلم بقى في مباراتين، مباراتي فرنسا وبولندا. المنتخب الفرنسي بيفوز على المنتخب البولندي بثلاثية مقابل هدف وحيد. أيضا المنتخب الإنجليزي بيفوز على المنتخب السنغالي بثلاثية مقابل لا شيء. مباراة كانت أو مباراتين كانوا صعبين جدا. خلوني ابدا يا استاذ ايهاب مع حضرتك بمباراه انجلترا والسنغال، لانها يعني المباراه اللي لسه خلصت من شويه، فخلينا نتكلم عنها بشكل اكبر. نستعرض طبعا تشكيل الفريقين. شفت هذه المباراه ازاي في ظل ان يعني الكل كان متوقع اداء افضل للمنتخب السنغالي؟ هو المنطقه كابتن فرض نفسه. جاريث ساوثجيت تعامل بذكاء مع المباراه. من ارقام المباراه اللي يمكن شويه تتعرض ونشوفها، استحواذ كان ممكن المنتخب الانجليزي، ولكن فرص الاهداف كانت اكتر لمنتخب السنغال، ولكن ما قدروش يسيطروا يحولوا الاستحواذ ده والسيطره بتاعتهم وفرص الاهداف بتاعتهم لاهداف ملموسه بالفعل. المنتخب الانجليزي قدر يسجل ثلاث اهداف، ثلاث اهداف جميله. الشيء اللي ملحوظه كابتن، الثلاث اهداف من هجمات مرتده. اوكي. وده بيعكس سير المباراه كان ماشي ازاي. جاريث ساوثجيت ساب لاليو سيسي يمسك الكوره ويعملوا ماسكين الكوره في نص ملعبهم، ولكن اول ما تقرب من ثلث الملعب الاخير للمنتخب الانجليزي عند الرباعي بتاعه وولكر وماجواير وستونز، خلاص هنا المنطقه مقفوله، محدش منهم عدى خالص، ما يقدروش يهددوا مرمى المنتخب الانجليزي. في المقابل كان المنتخب الانجليزي بيقدم لنا واحده من اهم المباريات في تاريخه بحاجه جديده جدا على انجلترا، ودي اللي غيرها ساوث جيت يا كابتن. دايما المنتخب حرك، يعني من ايام ما كنت لاعب عارف دي الكور الطويله، انجلترا دايما يقولوا كور طويله، ارمي كور طويله قدام، والمنتخب الانجليزي كور طويله. لا لا، المنتخب الانجليزي بيظهر بشكل مختلف خالص من ساعه ما جاريث ساوثجيت تولى تدريبه. خلاص بقوا بيلعبوا الكوره المهاريه اكتر، كوره بتعتمد على التمريرات القصيره والسرعه والتحركات السريعه اللاعبين. عنده مجموعه من اللاعبين الشباب المميزين جدا زي جود بيلينجهام، احد ابرز نجوم البطوله حتى الان، كل بيتكلم عنه الحقيقه. بالظبط. بوكويو ساكا لعيب كويس جدا، المخضرم طبعا هاري كين بخبراته الكبيره اللي بيعتمدوا عليه، مش يعني هو راس حربه صريح، ولكن دوره في المنتخب الانجليزي اكتر من كده بكتير. قدروا النهارده يسجلوا ثلاث اهداف جميله عبر هندرسون قائد ليفربول ونجم وسط المنتخب الانجليزي، وبعديه هاري كين وبوكويو ساكا في الشوط بدايه الشوط الثاني قتلوا المباراه خالص بالهدف الثالث. برضه المباراة دي منتخب الإنجليزي وهو بيلعب المنتخب السنغالي، هل بالفعل أثرت الغيابات بشكل أو بآخر على المنتخب السنغالي؟ المنتخب السنغالي عنده عناصر كتيرة من المحترفين، ويمكن أبرزهم هو ساديو ماني، وده اللي هنتكلم عنه، إن هو ساديو ماني أكبر قوة هجومية في المنتخب السنغالي. إسماعيل بس هو كسب ثلاث أو يعني كسب قدر يتأهل. بس برضه دور ال 16 بيحتاج لخبرات كبيرة يا كابتن. طبعا المنتخب الإنجليزي عنده الخبرات دي كفاية، عنده تجارب كتيرة في كأس العالم، ده اللي فرق معاه. هو بس انا هلوم على اليو سيسي ان هو لعب باندفاع اكتر في الشوط الاول، ده اللي يمكن خلاه يجي عليه بهجمتين بهدفين زي ما ايهاب قال. بصراحه المنتخبات كلها حتى المنتخبات الكبيره يا كابتن بتلعب، حتى فرنسا النهارده بعد ما جابت الجون سابت الاستحواذ لبولندا، كل المنتخبات بتلعب ميديم بلوك من نص الملعب، هتيجي بس انا هلعب بالسرعات عليك. طيب كويس ان انت فتحت هذا الامر لانه موضوع مهم جدا. هل ده معناه ان انا كمنتخب كبير يهمني ان في وسط هذه المباريات المضغوطه جدا ان انا اريح لعيبتي بان انا العبهم من نص ملعب فقط؟ بالظبط يا كابتن، ده اللي ركز عليه ساوث جيت زي ما قال ايهاب، بالفعل لازم ده يحصل. انا دلوقتي انا اصلا البطوله مقامه في نص سيزون، مش جاي مش معايا فتره اعداد كافيه. صحيح. ده مخلي ممكن فنيا الناس مش منسجمه مع بعض، فده اللي بيخلي اغلب مدربين اللي هم حتى مع المنتخبات الكبيره بنلاقي مثلا فرنسا والبرازيل بيلعبوا ميديم بلوك من نص الملعب، ما نلاقيش حد مثلا زي الانديه في دوري ابطال بيلعبوا بريسنج عالي عند ال 18 مش هخليك تبني هجمه. أوكي. لا بالعكس، انا سايب لك الاستحواذ بس هتيجي عندي، انا السرعات اللي عندي هستفاد منها بده. وده اللي حصل النهارده، امبابي النهارده قدر يسجل هدفين كويسين جدا بصراحه في البعيده وفي الضيقه، وعنده السرعات مع ديمبلي الاثنين بصراحه ما حدش يقدر يوقفهم في العالم حاليا. برضو المنتخب الانجليزي قدر يتعامل بده مع السنغال. السنغال النهارده كانت بتحاول تندفع على امل ان هي تخطف هدف طبعا، بس الحظ ما حالفهمش، بس في استقبل بعد كده ايه هدفين في الشوط الاول. طيب
هل كان من الممكن يا إيهاب ان احنا المنتخب السنغالي النهارده يستطيع ان يفوز على المنتخب الانجليزي، ولا احنا طموحاتنا كافارقه راحت لبعيد شويه؟ يمكن منتخب السنغال ومنتخب المغرب رفعوا سقف طموحاتنا في البطوله بالزبط. ولكن كان من الافضل، يعني هو تعامل بشكل خاطئ مع المباراه. زي مصطفى بيقول اليو سيسي، انا من بدايه البطوله كنت بقول ليس هو المدرب اللي يقود منتخب السنغال، مع احترامي للجميع ومع احترامي لكل اللي عملوا 12 سنه يعني او اكتر، يمكن اقل شويه يعني أكتر. كفايه قوي يا كابتن، كفايه اللي انت عملته مع منتخب السنغال. لا بالعكس، ده في ناس تقول لك يعني مشروع مكمل. مشروعه مكمل. خلاص كابتن ما بيقدمش بس جديد. العناصر اللي عنده تفيده اكتر. النهارده المباراه يعني واضح ان المدرب عاجز عن قراءه المباراه. اهم حاجه في المدرب انت بتقرا المباراه وتقرا بتقرا الخصم اللي قدامك. المنتخب الانجليزي ليه طريقه لعب معروفه، كان لازم وليه مفاتيح لعب معينه كان لازم يقفلها. مفيش، مش عيب ابدا ان انا العب النهارده زوم ديفنس او اقفل منطقتي واوصل لضربات جزاء. جايز يحالفني التوفيق فيها، عندي ادوارد ميندي احسن حارس مرمى في العالم ممكن يفيدني في ضربات جزاء ولا حاجه. انما انت تخيلت ان انت بعد المباريات اللي عملتها وبعد النتائج اللافته اللي عملتها في الشوط في الدور الاول والانتصارات اللي حققتها، انتصارين حققتهم، انك ممكن تكسب منتخب انجلترا. منتخب انجلترا منتخب هجومي شرس، يعني من ابرز المنتخبات هجوميه. حتى الان عدد الاهداف اللي احرزها حتى كابتن هو فرنسا من اقوى المنتخبات الهجوميه في البطوله، فما كانش ينفع يلعب قدامهم بالطريقه دي. طيب قبل بس ما ننتقل لمباراه اخرى، خلينا نروح لاحصائيات المباراه. احصائيات المباراه النهارده لانها كلها احصائيات الحقيقه تقدر تورينا شكل المباراه كان ماشي ازاي والدنيا ماشيه ازاي. احصائيات المباراه هي امام حضراتكم، يعني طبعا ثلاث اهداف بالنسبه للمنتخب الانجليزي، الفرص والاهداف، الاهداف المتوقعه، نسبه الاستحواذ 40 60 المنتخب. طب حتى نسبه الاستحواذ مش مع المنتخب السنغالي. زي ما حضرتك قلت يا كابتن، هو بس يمكن في الشوط الاول اللي فرق في بس هي الفكره كلها الفرص اون تارجت، ما فيش زيرو. هو وصل للجون ثلاث مرات بس مش اون تارجت، ما هياش اي خطوره على المرمى لانجلترا. هو ده اللي انا بقوله، زي ما ايهاب قال كان ممكن العب كونتر اتاك واستغل اسماعيل يسار، محترف طبعا في الدوري الانجليزي وطبعا من اسرع اللعيبه في الكونتر اتاك. أنا صحيح اسماعيل يسار قبل كده لعب قدام ليفربول بصراحه سجل اهداف، وده قدر يستغل سرعته ان هو بيلعب في بالكونتر اتاك، هو سريع يقدر يستفيد بالكوره بالسرعات بتاعته ان هو يطلع من الدفاع للهجوم. ليه انا ما استغلتش؟ انا بالعكس، لا ده انا غطيت عليه من قدام، ده عكس اسلوبي. وفي نفس الوقت انا بلعب منتخب كبير زي منتخب انجلترا، ما ينفعش ابدا اضغط عليه من قدام مع اي قطعه كوره. ده اللي هيحصل وده اللي بالظبط حصل، ان هيجي فيا هدف او هجمه خطيره، وده اللي حصل. سقوط هاري كين في نص الملعب قدر يسحب معاه مدافعين اصلا من السنغال ويشكل فجوه كبيره قوي، وده اللي استغلها المنتخب الانجليزي. بمناسبه ان احنا بنتكلم عن هاري كين، هو خد رجل المباراه، يستحق طبعا، يستحق فنيا. فنيا هو بيقدم دور فني رهيب، يمكن اول هدف ليه ده، بس ثالث اسيست ليه مع المنتخب. قدر يصنع وقدر، بس فنيا بيسقط لتحت، بيسقط معاه، بيشتت اي دفاع في العالم. هاري كين دلوقتي قيمه كبيره جدا، وزي ما ايهاب قال مخضرم ولاعب كبير جدا ويقدر يكسر اي دفاع اذا المنتخب الانجليزي كان يستحق يا ايهاب ان هو يكون في الدور الثمانيه. يستحق تماما يا كابتن، يستحق تماما. المنتخب الانجليزي احد المنتخبات القويه جدا في البطوله، ولكن حتى الان ما قابلش منتخب برضه نقول ايه توب 1 بالظبط. يعني هي المعركه الكبرى هي المعركه الدور الثمانيه مع المنتخب الفرنسي حامل اللقب ابطال العالم. هنا هنقدر نقول المنتخب الانجليزي هل هيقدر، هل هو فعلا مرشح للقب زي ما قالوا قبل البطوله، وزي الترشيحات احد المنتخبين المرشحين للسكواد بتاعه يا كابتن هو اللي رشحه للقب. يعني وخلي بالك ان جاريث ساوثجيت الماتش ده عمل شيء مهم جدا، دفع من البدايه بفيل فودن. انت زي ما حضرتك متابع الفتره كل الايام اللي فاتت في انتقادات قويه جدا لساوث جيت عشان النجم الكبير جدا بتاع مانشستر سيتي فيل فودن ازاي حطه على الدكه، وازاي فودن ما بيلعبش، ونجوم انجلترا القدام بينتقدوه ليه فودن ما بيلعبش. النهارده رد حط ده كله، خلاص هو بدا يخش اكتر في اجواء البطوله، يعتمد على اللعيبه اللي ممكن تخلص معاه، اللعيبه المتالقه، فدفع من البدايه بفيل فودن. النهارده كابتن كان الثلاثي الهجومي متميز جدا في منتخب انجلترا. يعني فودن وهاري كين جنبيه ووراهم بيلينجهام عاملين شغل، وبوكيو ساكا طبعا قدامه كمان، فكان ثلاثي قوي جدا. حتى الاحتياطي بتاعه عنده راشفورد وعنده لعيبه ثقيله جدا، فهو سكواد عالي. سكواد عالي، سكواد يرشحه انه ممكن ياخد البطوله، بس ده امتى هنقوله؟ من المباراه المقبله مع منتخب فرنسا. وهتبقى ماتش على فكره يا كابتن ماتش سرعات قوي جدا بين منتخب الانجليزي طبعا. طيب. حتى الان فرقتين من اقوى الفرق على صعيد السرعه. المنتخب الفرنسي والمنتخب البولندي، واستطاع المنتخب الفرنسي النهارده ان يفوز على المنتخب البولندي 3-1. يعني في مباراه ما اعتقدش ان حد كان شايف ان هي مفاجاه، بالعكس
بالطبع طبعا يا كابتن، بولندا ممكن ما بتقدمش احسن مستوى فنيا، يمكن انا كنت اتمنى ان المكسيك او السعوديه تصعد من المجموعه، كان هيقدموا مستوى اعلى، بالذات المكسيك. المكسيك اسرع بكتير، اللي عندهم عناصر هايله جدا يقدروا يلعبوا يجاروا فرنسا. النهارده شفنا المنتخب البولندي مش بيجاري فرنسا في اي حاجه، امبابي لما كان بينطلق محدش بيجري. امبابي هداف البطوله، 5 اهداف دلوقتي، وتخطى بالمناسبه يا كابتن، وصل ل 9 اهداف في كاس العالم، بيتخطى رونالدو وبيتعادل مع ميسي وبيعدي اساطير كبير زي زيدان وبليه ومارادونا، بيعديهم في الاهداف ده ولسه 23 سنه. بصراحه يا كابتن فرنسا بتمتلك عناصر وبالذات في السرعات، يعني انا عندي دلوقتي امبابي وديمبلي بالجناحين بتوعي اسرع اتنين بيعملوا دريبلينج في العالم دلوقتي، ياخدوا كوره وينطلق بيها ومحدش يعرف يجيبهم. حاليا امبابي النهارده اثبت لنا هو مش محتاج خارج التقييم، هو لاعب كبير جدا بيلعب يعني بليه البعيده، مش لاعب خارج التقييم وجهه نظري. النهارده هو كويس، النهارده هو كويس، ممكن بكره يبقى وحش، خلي بالك ده طبيعي يا كابتن، ده طبيعي ان كل واحد بيطلع وبينزل، بس امبابي بقاله كام موسم ريال مدريد هيموت عليه. يعني بصراحه هو لاعب متالق على مدى المواسم اللي فاتت، وده يخلي ان العالم كله بيتكلم عليه، كان قريب فتره برضه من ليفربول. الفكره كلها برضه يا كابتن نرجع نقول ان امبابي من افضل احسن لعيبه، من افضل لعيبه في العالم حاليا، وبصراحه بسرعته بالكوره بصراحه هو وديمبلي الاثنين هيشكلوا خطوره جدا على المنتخب الانجليزي في الماتش الجاي، بس قدام بولندا كانت فرق مستويات باين جدا، وده اللي رجح الكفه لناحيه فرنسا. برضو المنتخب الفرنسي الكل كان بيراهن على المنتخب الفرنسي، يعني معروف يا ايهاب ان كانت دايما خلال على الاقل الدورتين الاخيرتين الفريق اللي بياخد كاس العالم بيخرج من دور 16 مبكرا. يعني فرنسا اعتقد ان هي كسرت هذا الامر حتى الان طبعا، حتى الان فرنسا كسر طبعا النقطه دي. منتخب فرنسا كان بيقابل الفريق الوحيد من وجهه نظري الذي لا يستحق التواجد في كاس العالم، مش لا يستحق التواجد في دور ال 16، لا يستحق التواجد في كاس العالم. منتخب بولندا صعد نهائيات كاس العالم ضربه حظ زي ما بنقول بدل روسيا في ظل المشاكل اللي واجهت روسيا والحرب الاوكرانيه، فدخل منتخب بولندا مكانهم. دور المجموعات منتخب السعودية تلاعبت بيه تماما لولا قلة الخبرة عند المنتخب السعودي، كان ممكن يكسب المباراة دي 3-4، فمنتخب لا يستحق التأهل أساسا، كانت نتيجة طبيعية. النهاردة أنا شايف المباراة يا كابتن اتفرجت عليها يعني من أول دقيقة لآخر دقيقة، منتخب فرنسا أنا شايف كمان ما تعبش، منتخب فرنسا تقريبا كان بيلعب بأقل جهد ممكن، كان ذكي جدا ديشامب زي ما حضرتك قلت في البطولة في نص السيزون، الماتش اللي فات ما بصش للانتقادات ايه ده انك تخسر ومش الكلام ده، لا لعب بتشكيله بديله كلها قدام تونس، معظم اللعيبه البدلاء خسروا صحيح، بس مش مشكله انا كده كده ضمنت التاهل وضمنت التاهل اول المجموعه. فكان ماتش تحصيل حاصل بالنسبه له، جرب اللعيبه البدلاء معاه كمان كلهم عشان بقيه مشوار البطوله. جه قدام بولندا لعب على، انا شايف انه لعب على الواقف، يعني النهارده حضرتك لو شفت الهدف الاول الهدفين بتوع امبابي بقمه يعني السهل الممتنع زي ما بنقول، لعيب عالي جدا عنده امكانيات قويه جدا، بيرقص ترقيصه صغيره وبيشوط مركز، عنده هدف، احد ابرز لعيب البطوله حتى الان، ان لم يكن الابرز في البطوله حتى الان هو مبابي. طيب هل من الممكن ان مبابي ياخد احسن لاعب في هذه البطوله يا مصطفى من وجهه نظرك لو كمل يعني؟ لحد دلوقتي هو ابرز لاعب. انا بصراحه متضايق قوي على الماتش اللي جاي في موضوع الهداف ده، هو بصراحه هو فرق يا كابتن، هو حاليا القائد جوه الملعب لفرنسا، فرنسا بتعتمد عليه كليا او بعض الشيء بجزء كبير، ان مبابي عنده سرعات هايله جدا وبيعرف يفنش كويس. النهارده اثبتها في الفينش الجون الاول، طبيعي ان كل الناس قالت هو رجل المباراه طبعا. طبعا عمل اسيست وهدفين بصراحه ما فيش بعد كده يعني، وفي غياب كوكبه من النجوم يا كابتن يعني. صحيح يعني هو اساسا تحس ان منتخب فرنسا النجم رقم واحد في الهجوم في فرنسا الموسم ده، واللي كل الناس بتتكلم عليه كريم بنزيما، افضل لاعب في العالم، جيت انا خسرته وجيت خسرت نوانكو كمان بتاع لايبزيج الهداف بتاعهم، صحيح كمان اللي كان منضم اصابه قبل البطوله بيومين، فكانت الامال كبيره جدا على امبابي وتعلقت بيه الامال، وغياب كمان نيجولو كانتي وبوجبا عناصر مهمة جدا واسماء كبيرة جدا. لا وجيرو كمان قدر يكسر ان هو يبقى الهداف التاريخي يعني للفرنسا. صحيح النهارده تخطى تيري اونري بقى 52 هدف وبقى الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا. لاعب يعني زي ما بنقول مصائب قوم عند قوم فوائده، يعني لاعب ما كانش متوقع انه يشارك في وجود بنزيما خالص، طبعا كان بنزيما هيبقى الفرود الاساسي اللي موجود مكانه، ولكن غياب بنزيما منحه الفرصة انه يشارك بشكل اساسي في المباريات ويحقق رقم تاريخي. طيب عايز اقول لحضراتكم ان ايضا مونديال قطر هو قد يكون المحطه الاخيره، او مش قد يكون، هو بالفعل قد المحطه الاخيره لنجوم كتير قد تعلن اعتزالها بعد نهايه هذا المونديال.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ابدا برضو معاك ايهاب. ان شاء الله هيكون معانا مباراتين، اليابان وكرواتيا والبرازيل وكوريا الجنوبيه. بس قبل ما اتكلم عن هذه المباريات، الحقيقه لما تيجي تبص على مواجهات انجلترا وفرنسا وهولندا والارجنتين، مباراتين الحقيقه من اصعب ما يمكن. يعني القوى الاساسيه والقوى الرئيسيه في العالم هتلعب بعض. هل من هنا نقدر نقول بدأ كاس العالم؟ بالظبط يا كابتن، بدأت الادوار زي ما بيقولوا صدام العمالقه. خلاص بدأ الكبار بقى يصطدموا. يعني انا حتى ماتشين يا كابتن مش قادر، يعني لو قلت لي مين هيكسب هنا وهنا صعب قوي اتوقع. يعني منتخب الارجنتين منتخب ليس هو الند القوي قوي اللي ظهر في البطوله، مش هو ده التانجو، ولكن عندهم ايقونه اسمها ميسي. ميسي بيصنع المعجزات في المونديال ده وبيعمل كل حاجه. قائد فرقه، عامل فرقه، يعني فرقه انا شايف متواضعه معاه رغم اسماء النجوم الكبيره. ولكن اللي ظهرت عليه في المونديال فرقه متواضعه يجرها قطار ميسي. هل يستطيع ان يفوز على المنتخب الهولندي يا محمد؟ طبعا يا كابتن يقدر يفوز، بس هي الفكره كلها هتبقى ماتش 2-1، مفيش مشكله يعني. طبعا هتبقى ماتش مدربين اكتر. طبعا هنا ميسي يرجح اي كفه طبعا، بس فان خال ما اعتقدش انه ممكن يفوز ماتش بسهوله، خاصه ان سكالوني اقل منه خبره شويه، وخاصه ممكن بيبدا بالماتشات دفاعيا مختلف شويه. يعني انا مثلا شايف مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد الاحق ان هو يبدا بالدفاع من بنايه الهجمه، من افضل اللعيبه اللي بتلعب الكره عموديه، ممكن يعمل يضرب بيها خط الدفاع والوسط في كره واحده، بيعتمد عليه على دقه الاحتياط، قدر يعمل بلوك وينقذه من هدف التعادل الماتش اللي فات. اوكي، ده اللي انا شايف ان هو بصراحه يعني لو اعتمد عليه في الدفاع اكتر انا شايف ده هيساعد. بص انا بشوف ان يعني فان خال واحد من المديرين الفنيين الكبار تقال مخضرم جدا، خبرته فيها سكالوني. بالظبط، بما انك بتتكلم هنا عن الارجنتين ان ميسي هو اللي بيقود الارجنتين، فانت بالتالي الناحيه الثانيه فان خال بيقود المنتخب الهولندي. ما تقدرش برضو تقول ان المنتخب الهولندي عنده ناس قادره ان هي فالعناصر يعني نجم كوية. واحد هو برضو الكره الجماعيه شغاله بشكل او باخر. هو بالظبط يا كابتن، لا زال المنتخب الهولندي بيعتمد فكر الكره الشامله اللي تعرف بيهم لعيب كرويف وقبليه. عندهم تيم قوي جدا قوي جدا، حارس مرمى متميز جدا جدا جدا، من افضل حراس المرمى في البطوله. عندهم فان دايك مدافع طبعا حدث ولا حرج طبعا. عندهم اللاعب اللي محير الناس دومفرس. يعني دومفرس يعني هل هو متميز قوي ولا الماتش اللي فات اول لاعب يعمل كده مع هولندا يشارك في ثلاث اهداف، اثنين اسيست وجايب الجول الثالث في الماتش بتاع الولايات المتحده. عندهم كمان مع فانجال 11 مباراه في كاس عالم ما خسروش يا كابتن. يعني ده رقم مهم جدا. ده رقم مميز. يعني تعادلوا مباراه واحده خسروها ضربات ترجيح قدام مين؟ الارجنتين. قدام الارجنتين. طيب بما اننا بنتكلم عن هولندا، خلينا نطلع نشوف مارك فوتا المدير الفني السابق لكثير من الانديه في مصر، واحد من المدربين ايضا له بصمه مع المنتخب الهولندي وكان مساعد لفان خال. نشوفه قال ايه عن مباراه هولندا والولايات المتحده الامريكيه، وبيقول ايه عن مباراه هولندا والارجنتين كلاسيكو جديد في كاس العالم. نطلع نشوف ماذا قال مارك فوتا ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. Yes, everybody in Holland very happy with the 3-1 result. We played a 3-4-3 formation, or maybe a 5-3-2. Because in the first half we played quite defensively, but the counter-attack was very, very efficient, and I think Louis van Gaal has prepared the team very well. Don't give space to the quick and dynamic American players. And then be very efficient in the counter-attack. So that created two fantastic goals in my opinion. And then the second half, we should have scored 3-0. But then they made it a little bit difficult when they scored 2-1. Finally, the 3-1 result is a very good result. Now we are in the quarterfinals. We have to face Argentina probably. If they beat against Australia, then we have to play better because on the ball we make too many mistakes. So we can improve. We must improve because to play against Argentina maybe in the next. طيب الحقيقه ايضا اليابان في مواجهه متكافئه مع كرواتيا والبرازيل تصطدم بطموحات سون ورفاقه. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم
ونقول بقى ايه اللي هيحصل في هاتين المباراتين بكره ان شاء الله. طيب اليابان وكرواتيا يا ايهاب، خليني ابدا معاك بهذه المباراه. لسه كان مصطفى بيقول لنا ان هو حاسس ان هي قد تكون هناك مفاجاه في احدى المباراتين. انت شايف ايه؟ اليابان وكرواتيا انا شايف المباراه اكتر تميل لصالح منتخب كرواتيا. حجم النجوم اللي فيه، الخبرات اللي عنده، خبراته في كاس العالم، منتخب اقوى كتير. انا يعني انا للمغامره اليابانيه ان تنتهي. يعني انا مش شايف اي مفاجات، لا يعني مش شايف الماتش بتاع اسبانيا اساسا يستحق كره مثيره للجدل اللي جابوا بيها جون تخطت خط المرمى. يعني برضو انا شايف ان منتخب كرواتيا اقرب. لوكا مودريتش لازال برضو زي ما بنتكلم على ميسي، لازال هو لاعب ساحر جدا في صفوف كرواتيا، يقود المنتخب الكرواتي، لديه رؤيه، لديه خبره، خبراته كبيره جدا في اللي اكتسبها طبعا على مدار مشواره مع المنتخب او مع ريال مدريد. فهي الكفه تميل اكتر في المباراه دي لصالح المنتخب الكرواتي من وجهه نظري. مصطفى انت حاسس بالمفاجاه؟ صراحة يعني انا شايف ان عامل السن كمان والسرعات لصالح اليابان. ممكن كرواتيا الكفه تميل عشان ده وصيف كاس العالم اللي فات، بس الفكره كلها اليابان قدام اسبانيا ماتش يقيم عادي جدا قدام اسبانيا. كل السرعات الثنائيه في السرعه اليابان كسبتها وقدر، والمشكله يعني ابرز حاجه ان هم بيلعبوا ككتله واحده، ما تلاقيش فيهم فرد مميز جدا، بس كلهم سرعاته بيلعبوا لاخر ال 90 دقيقه، ما بيتعبوش بمعنى الكلمه يا كابتن. ده ممكن شايف ده ممكن مع الاعمار السنيه اللي في الكرواتيا، انا شايف ان اليابان ممكن في اخر المباراه تقدر تخطف الماتش ان شاء الله. المباراه الثانيه البرازيل وكوريا الجنوبيه، طب هل دي فيها مفاجات؟ لا ولا خلاص احنا في كاس العالم ده اتعودنا على المفاجات. انا شايف كفه المنتخب البرازيلي اقوى، زي ما كنت محرك الحلقه اللي فاتت، شايف المنتخب البرازيلي برضه حتى الان لازال المرشح الاقوى للقب بغض النظر عن الخساره قدام منتخب الكاميرون المباراه اللي فاتت. منتخب البرازيل برضه سكواد عالي جدا، فرص كتير جدا خلقها المباراه اللي فاتت ولم يحالفه التوفيق فيها. كمان هيعود له الساحر بتاعه نيمار بنسبه كبيره جدا، عاد للتدريبات، والاتحاد البرازيلي لكره القدم اعلن من امبارح عودته للتدريبات، هيكون اضافه كبيره جدا. اول مباراه شكل تاني خالص مختلف قدام صربيا اللي شفناه مع نيمار عن المباراتين التانيين. يعني برضو غياب نيمار يا كابتن مؤثر طبعا جدا على المنتخب البرازيلي، اسم كبير ولاعب هو اللي بيحرك كل كوكبه النجوم دول. من المباراه الاولى بان ان نيمار هو اللي بيحركهم، هو اللي بيحرك رباعي الهجوم القوي جدا، هو اللي بيحركهم. فعودته هتكون عامل ترجيح كبير، واعتقد انهم هيقدروا يكسبوا المنتخب الكوري، واعتقد كمان بالنتيجه هتكون مريحه. يعني زي مباريات النهارده 3 كده حاجه. طيب بما اننا بنتكلم على المنتخب البرازيلي، نطلع نشوف انفوجراف عن ريتشارلسون ونرجع نكمل مع حضراتكم. طيب على الجانب الاخر المنتخب الكوري الجنوبي، برضو انت شايف ان قد تكون هناك مفاجاه؟ والله يا كابتن انا مش مستبعد اي مفاجات. أوكي. خاصه بعد ماتش السعوديه والارجنتين، السعوديه قدرت تتفوق والكاميرون والبرازيل والكاميرون بالظبط، هي دي واليابان واسبانيا، ما هو ده برضه اليابان قدرت تعمل ده. هي الفكره كلها ان ده ماتش بظروف معينه وما فيش منتخب ضعيف وصل دور ال 16 باستثناء بولندا طبعا اللي قلنا ان هي تكتيكيا وبطاقه أقل جدا بكتير. بالظبط، انا شايف ان اي منتخب في دور ال 16 يستحق التواجد، والمفاجات ممكن تلعب دورها في دور ال 16 فعلا. وعندهم حارق وعندهم يعني هيونغ مين سون ده واحد من افضل اللاعبين في العالم، ده حقيقة فعلا، وبيصنع الفارق جدا معاهم خلينا نطلع نشوف انفوجراف عن سون ونرجع نكمل مع حضراتكم. الاثنين طبعا بيلعبوا في توتنهام، وبالتالي هتبقى مواجهه انجليزيه برازيليه كوريه جنوبيه ما بين توتنهام، ما بين سون وريتشارلسون، الاثنين بيلعبوا بقى في توتنهام. اخيرا مين اللي هيكسب، اليابان ولا كرواتيا، وهيكسب كام؟ كرواتيا واثنين. كرواتيا 2-0؟ 2-1. 2-1. انا ممكن اشوف بنفس النتيجه بس لصالح اليابان. لصالح اليابان؟ هكلمك بكره يا ابني، انت عمال تضرب في انا بحب المفاجات. بحب المفاجات. طب البرازيل وكوريا الجنوبيه؟ 3-0. 3-0 برازيل طبعا. البرازيل معروف هاي البرازيل اللي كفتها اقوى بكتير، بس برضه الفوارق مش هتكون كبيره يعني. عموما خلينا ننتظر طبعا مباراه اليابان وكرواتيا هتكون في تمام الساعه 5، والبرازيل وكوريا الجنوبيه هتكون في تمام الساعه 9. ان شاء الله بكره تبقى مباراتين على مستوى جيد نقدر نتفرج عليهم ونتعلم منهم زي ما بنتعلم الحقيقه مما يحدث في كاس العالم بالكامل. عموما
كل التوفيق لكل المنتخبات الوطنيه. انا بشكرك جدا يا ايهاب على وجودك معايا، شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن، كنت سعيد بالتواجد معاك وسعيد بالتواجد على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا ايهاب الجنيدي، اشكرك جدا يا مصطفى على وجودك معايا. شكرا جزيلا، مبسوط ان انا النهارده في قناه النادي الاهلي البيت الكبير، وان انا مع حضرتك ومع ايهاب، وحاجه تشرف بيها. ربنا يخليك، شرف لينا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. ان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الجديد، من البيت الكبير.